يقول السائل: عندما أبول قبل الصلاة بوقت أشعر أثناء الصلاة قطرات من البول تنزل، فما حكم صلاتي؟ وهل هذا من الوسوسة؟ إذا توضأت، إذا استنجيت، تنشفت من البول وتوضأت، فالوضوء لا ينتقض بمجرد الشك، ما ينتقض إلا باليقين. فإذا توضأت وأنت قد استنجيت قبل الوضوء ونشفت الذكر، فلا تلتفت إلى الشك، لأن هذا وسواس، عليك أن تتركه.